لا كولور دو فان معرض مستمر لغايه 15 شهر بجاليري اكزود. معنا بالاستوديو مينا الخوري، اهلا وسهلا فيكي، وليليان مخلوف اهلا وسهلا فيكي. المعرض هو معرض كوليكتيف، معرض جماعي لخمس رسامات كلكم نساء. ليه؟ هيك سي ابي مينا رح نشوف بعد شوي اللوحات، بس بهالمعرض بجاليري اكزود هالمعرض الجماعي في مواضيع متعددة لكل فنانة أو في موضوع مشترك؟ لا صراحة إكيب إكزود ترك الحرية لكل فنان إنه يشترك باللوحات اللي هو عاملها، بس هني بالنهاية جمعوا كل اللوحات وطلعوا لا كولور دو فان. يعني سي ليكيب إكزود يلي هو نقى لا كولور دو فان، بس تركوا الحرية لكل فنان إنه هو يفوت باللوحات تبعيته. هيدا أي معرض لإلك ليليان؟ هيدا بالرابع. الرابع. من زمان ترسمي؟ لا ما كثير، صاروا شي 5 سنين. يعني بلشت بمطرح معين كبانتر. كبانتر مزبوط، محترف يعني عم بحترف للرسم. بيجي قرار انه خلص انا اليوم حاسه انه قادره اكون عم بحط هاللوحه وفرجيها للجمهور؟ هلا هو موضوع الرسم انك تكوني فنانه رسامه مش موضوع قرار، هو موهبة تخلق مع الإنسان يعني، وهو اللي بياخد القرار وبينميها وبيسقفها. بس كيف تحس إن إجا الوقت؟ يعني إجا الوقت إنه تعرضيهم؟ في شي جواتك هيك بيقلك إنه أنا بحب الرسم وأنا عندي هالهواية أنا من أنا وصغيرة. فالتهاب بدومين تاني، اشتغلت غير دومين، بس ضل في شي بقلبي بيقلي إنه أنت لا بيشدك لهون. أنا برسم. ميرنا يعني في حاجه لعند الفنان انه يخلي لوحاته توصل للناس، لانه وقت بتكوني عم ترسمي بتكوني عم تفكري فيهم، بس كمان في ثقه كثير كبيره بالنفس لحتى يقرر الفنان انه بوقت معين انه هلا خلص كل هالشغل اللي عم بشتغله صار لازم يوصل للجمهور. اكيد كونت بتكون الثقه يعني تقنيا وبالمسار. هيدا الشيء بده وقت وبده تكنيك، بده شغل، بده ممارسه يوميه اذا في، بده اطلاع، بده كولتور، بدك تطلعي على غير فنانين كانوا قدما يما الفنانين المعاصرين، ومنها بتنمي انت ثقافتك وبتنمي التكنيك تبعيتك اكيد، ومن هون بتكبر ثقتك بنفسك. شو الموضوع يلي اخترتيه لهالمعرض؟ انا فتت بعده لوحات عملتها جديد بتمشي مع الكولور دو فان اللي هي لا فام روبيل، المراه المتمرده. فتت بلا بريير دي دام يلي عملتها بفتره الاعياد، عملت اللوحتين للي كاتر سيزون الفصول الاربعه اكريليك واويل، عملت لفورس دو ديستان. هون الخمس فنانات الموجودين؟ مزبوط، خمس رسامات الموجودين هو الاكريليك لي كاتر سيزون بالاكريليك وبالاويل. هيدي لا فام روبيل هون مع الاستاذ وجيه نحلي. نعم. استاذي ليش عنوان المعرض لكولور دو فان؟ هلا هن اللي اختاروا هذا العنوان، والطابلويات اللي انعرضت بالمعرض كانت بتحكي قصه الهواء والوان الهواء اللي هي بمعنى مجازي. اكيد رح نشوف لوحاتك كمان لنشوف ليليان. هو لوحات ليليان؟ لا هو هو بعدنا عن ميرنا. عن ميرنا هون تغيرت كمان الالوان، وكمان بس قربنا شفنا الالوان الناريه يلي كمان عم تحاول تعبري من خلالها. دائما اللون له مطرح طبعا، ودائما له مسج. اكيد هيدي لا فورس دو ديستان. كل لوحة عندها عنوانها؟ ايه اكيد، كل لوحة لها قصتها. لها قصتها. ايه. هي لا بريير دي دام. وهي هي فواياج اي فو. شو قصتها اللوحة؟ فواياج اي فو قصة ناس اصحابي اضطروا يتركوا البلد بسبب هيدي الظروف قصرا، مش بإرادتهم، فأثرت فيي كثير الخبرية وعملت هي التوالي. رح نشوف بعد شوي لوحاتك ليليان. قلتي لي الرابع معرض لك بلبنان ولا كمان بخارج لبنان؟ لا بلبنان. وان شاء الله بنيسان في عندنا معرض بالسعوديه يعني نروحوا لوحتنا انا وميرنا زميلتها. انا طالعه على باريس وطالعه على السعوديه، مشاركه بالاسبوع لبنان في جده. وطالعه على المغرب كمان بشهر نيسان. نحكي اكثر بس نشوف لوحات ليليان
خبرينا شوي شو اخترت لوحات ليليان لها. هلا كلهم بيحكوا عن كطبيعة حكيك كل صورة عودة أهلي. هذا الافتتاح لكان. نعم نهار الافتتاح. لليوم شو كانت الأصداء على اللوحات؟ حلوة لأنه بدأ المعرض ب 17 شباط فإذا مستمر ل 15 هودي لوحات أدار. هيدي المرأة الهادئة رغم كل العواصف واللي حواليها. هيدا الخريف أكتوبر بالأحرى تشرين الأول. مش عارف حاله إذا أخضر ولا أصفر. إيه السنة أخضر بعده. الأمومة الأمومة بتطلع قدي وجه بتعتليني هام. هيدي الحرية نسر لا نو رانكونتر لا يتلاقون لا يتلاقيان يعني. وهيدي الحياة حواء وآدم. تطورتي على مع الوقت ب طبعا بالتكنيك، طورتي بالمدارس يلي بدك يعني تركزي عليها كرسم. أكيد. وبعدين اخترتي مدرسه وحده ولا هلا اكثر من صح صح بس اللي اكثر عم بصير نحو السورياليزم. بحب ما بعرف اذا قطع كذا تابلو يعني يعني انا عم بطرح فكره او شيء حسيته بفتره معينه بجسدها بتابلو بس بحب السورياليزم اكثر. وميرنا انا بالابستري اكثر. جربت بتعرفي مثل كل فنان اول ما يبلش بهيدا المجال بجرب عده دومينات فيه. وين بتلاقي حالك بتتجهي؟ بقيت حالي انا دغري بالابستري. بالمعارض يعني حسب المعرض او تام المعرض او مكان المعرض او البلد اللي انت رايحتي له بتختاري لوحات معينه ولا خلص لوحات ميرنا لوحات ميرنا يعني بيشوفوها كل الجمهور مثل بعضهم؟ في بلدان لا بتضطر انك ما تضطر تطلعي عليها كل اللوحات لضرورات شوي خاصه. في بلدان لا بتقبل لوحاتك انت تطلعي فيها مثل ما هي. بس انت يمكن تدرسي يمكن معتقدات البلد ولا تحفظاته ولكن كجمهور الجمهور نفسه ممكن يكون لألك. متقبل ممكن يكون يتقبل بس بدك تراعي كمان ظرف البلد والمفهوم العام تبعه. يعني ما فيك تاخدي صورة مرة بطريقة نو ديزون تاخديها على بلد مع انه ما بيكون هيدا هو الهدف من الرسم. أكيد. يعني هون الرسم تكون عم توحي بهالانسان يلي عم تشوفيه بشفافيته بالنهايه التابلو كل واحد بيقريه بطريقه فتشوفي هالجمهور كيف عم يقرا هالتابلو. اليوم لما بتكوني عم ترسمي ليليان بيكون في دائما فكره جديده وبتقولي بدي نفذها او مسج جديد وبتقولي بدي وصله بحيالله طريقه مطور. بلكي هون كنا عم نشوف حصان او بلكي كنا عم نشوف نسر او بلكي كنا عم نشوف طبيعه. بيكون هيك في فكره وبدك توصلي لها من خلال شيء معين او بيكون في لوحه موجوده عندك براسك وبدك هلا نفسي. اكيد في اول شيء في لوحه براسي بس في فكره من وراها. اوقات بكون في حاله معينه يمكن عيشتها يمكن مش انا عيشتها بس في حاله معينه بتتجسد بتابلو. يعني مش ضروره مثلا خلص انا بدي اعمل هذا التابلو يعني خلص. يعني دائما في بتعرف انت الفنان هو كتله من المشاعر. يعني هالمشاعر لابد لتتجسد بتابلو يعني مثل الفن مثل الرسام مثل الشاعر. نفس الشيء يعني الرسام بتتجسد مشاعره بالريشه بينما الشاعر بالأحرف. فدايما هي الموضوع موضوع مشاعر وحالة معينة الفنان بيكون عايشها. فيعني ما بيلاقي طريقة يعبر عنها ولا يجسدها إلا بفنه مثل الرسام مثلا بلوحته بريشته. ولما بيكون في معارض جديده كمان بتكوني عم بتحضري لوحات جديده لهالمعرض او بتكوني مرتاحه؟ يعني انت شو عبالك ترسمي وبأي وقت عبالك ترسمي لحتى فعلا تكوني عم تقدري تعملي ايدنتيفيكاسيون او تماهي مع هاللوحه؟
ممكن كتير فوت باللوحات اللي أنا عنديها قبل، وممكن حضر الفن والرسم. يعني إذا قررت تحضري ما بتحسي حالك إجباري عم ترسمي اللوحة، بضل قادرة تفوتي بالمود يلي بيقدر يعطيك حسب الحالة النفسية اللي بتكوني فيها. يعني مش كل يوم قادرة ترسمي. أنا بعرف من معرض البيال لهلا بعد ما رسمت ولا لوحة، لأنه I'm not in the mood إني أرسم هلا. بده المزيج وبده الرواق وبده الجو لإله. تصور خلص وقتنا لليوم، بنرجع بنذكر انه المعرض مستمر لغايه 15 اذار بجالوري اكزود. اهلا وسهلا فيكم. ميرسي مشاهدينا، خلص وقتنا لليوم، موعد جديد بكره 8:30 مع مجموعه جديده من المواضيع بـ MTV Alive. باي.